بون اليوم رانا هنا في العشرة تاع سيد حمدي تاع مروان حموه. تم سماعكم كضحية؟ انا جيت انا وبابا يبان بلي معقول وماشي بعيد صغيرة تما عندو دار جدو تاعي برج ملايين ودار الطفلة تما ثانية ثانية تقدر تضرب وراها ما قال والو علاش ضربتها ضربت ممكن تقول لنا على دار البرج التصريحات تاعو التصريحات تاعو التصريحات ديالو قالك ضرب المهم يضرب فهمتو حقوق المهم يضرب ماشي قصدو تسمى تاع هذيك الطفلة روح نضرب خاطئ انسان مريض ما عقلية فهمتو حقوق تسمى جاها في طريق ضرب ما عندها حتى حسيفة معاها ما والو سكينة الهضرة راهم يهضرو باللي كان يسالها لها ويديرها لها بالعاني على جال بابها توفى ضربة تاع كورونا ما كاش منها هذه حقوق هذايا جاي يضرب طفلة يضرب حفاصة ما كاين والو راهم يقولوا بلي جال بابها توفى في المصطفى 2019 ما كاش كاع منها خويا وعندو هذا الانسان عندو عامين ما خرجش من دارو وكي خرج راح لدار جدو جدو ما باش ما تهاوش معاه ولا بون ضرب جدو مور ما ضرب طفلة هادي باسكو جدو زعف وما بايش انا واش صرا بيناتهم زاد ضرب جدو وخرج ولا كي ضرب جدو وخرج زاد ضرب طفلة هاديك ما فهمناش مو في زوجهم مضروبين في برج ملايين وكاين تالي طفلة في بن عكنون يقول لك هو اللي ضربها صرات كريم في بيارة راهم يتحقوا ما على بالناش في تزاك وين بن عكنون قالوا نعطيك ربلي هو قلت ضربت هو قال لي ضربت ايه ضربت تعرفها ما نعرفها وش عندك ما كاش هو شنو حكايتو باباه راه مدفون قدام الدار لا دماغ جبانة قدام الدار مدفون قدام الدار وما يشكونش بعيد عليا راه 3 كيلو عندي صحابي تما عندي فاميليا عندي حبابي انا قاري تما سكنت تما 5 سنين تما غير كون قدام دارنا ديما كي راح تقسيت قالك يا ودي محبوب خياتو قالك من داك ضرب يعني دوك هاد السنة يما دوك هاديك العرب اللي يما حبيت نقتلها هضرها لنا يما هادي في التحقيق علاش حبي يقتل يما علاش ضرب ابنا المهم مهبول صحيح ان شاء الله ما يطلقوش هذا ما كاين يعني الا طلقوها انا واحد خوها خطا على المجتمع هذا خطا على المجتمع هذا خطا على المجتمع قدك هذا خطا على المجتمع لازم يحكم دوسي ميديكال كسرك الروسه جيبي لي دوسي ميديكال اسمح لك نروح نشري كار ونعاود باب نعاود بال علاش ما على باليش انا ضربتني ضربت اختي انت يا انسان مريض اسمح لك بالك اسمح لك ندير في راسي نحقد عليك تعوفو نسمح لك خويا العزيز هذا في دموس ضرب وحدة قريب قتلها في برج ملاي اختي راحت ربي يرحمها والحمد لله دخلتو الكاميرا دخلتو شتو كل شيء على بالكم مش توا والطفلة تاني جارتنا هذيك ما شاء الله السيد هذاك اللي قاسوا له اختو جا افطر معانا في الدار الله يبارك يعني انسان ضرب فيه بزاف قاسوا له اختو وربي ان شاء الله يجيب لنا الشفاء ديما راه البارح مزروه مسكين رايحو على بالي شي تزقلك مش باين هاي قولوا قالوا ماشي مليح راح وهذيك تاع بن عكنون ان شاء الله تكون بخير